الأستاذ موسى المالكي، وهو أستاذ باحث في الجغرافيا السياسية والقضايا الجيوستراتيجية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط جامعة محمد الخامس، وهو رئيس المنتدى الإفريقي للتنمية والأبحاث الجغرافية والسياسية، ومن اللجنة المنظمة لهذه الندوة. تفضل أستاذ كريم. شكرا دكتور يونس عبابو، شكرا على كل جهودك في تنسيق هذه الندوة وتجميع يعني مشاركين من بلدان مختلفة. استفدنا بطبيعة الحال من مداخلتهم، وإذا كانت الجغرافيا السياسية تفيدنا في شيء ف كما قال قبل الأستاذ زرعي، عفوا أستاذ متدخل قبلي من تونس الشقيقة، أنه حمادي تيزاوي، أن تكتل، نحن في عصر التكتلات، والمغرب الكبير ببلدانه الخمس يتوفر على كل الشروط لأن يضع نفسه في الخريطة الجيوسياسية الجديدة والنظام الدولي الذي يتشكل. وكما تفضل، لا نبقى يعني نتراوح ما بين الشرق والغرب، وإنما أن يكون لنا كيان خاص بنا. بطبيعة الحال أنقل اعتذاري لجميع المشاركين أن 15 دقيقة، ونحن نعلم ذلك، لم تكن كافية من أجل إبراز كل النقط. ولذلك نقترح على الجميع، أساتذة متدخلين في هذه الندوة وأيضا باحثين مشاركين فيها أو من يتابعنا عن بعد، نخبركم أنه في غضون 3 أشهر سيفتح باب المشاركة في مؤلف جماعي حول الجغرافيا السياسية، فيمكنكم جميعا المشاركة فيه بإرسال مقالاتكم والتواصل معنا مباشرة من أجل مزيد من الملاحظات. مداخلتي ستحاول أن تجد توازن ما بين الجغرافيا السياسية وعلاقتها في بموازين قوة الدول بين الإمكانية والحتمية، هاتان المدرستان الجغرافيتان الكبيرتان اللتان تتعارضان أحيانا وتتكاملان في أحيان أخرى. لست أدري هل تشاهدون المداخلة؟ يعني هل تبدو واضحة؟ لا، في الأول نعم أستاذ، لكن الآن تم إيقافها. الآن ربما أحدهم حاول أن يتقاسم الشاشة، سوف أعيد تقاسم الشاشة من هل جديد. مجددا أستاذ؟ نعم، أنا سوف أحاول التقاسم مجددا، لأن بل لي عبد الحق يحيى يقوم بتقاسم شاشته. عبد الحق يحيى، رجاء أن إنهاء عبد الحق، تقاسم الشاشة. عبد الحق، عبد الحق، سعد الحق، أيضا هناك من سعد الحق، الو، طيب سوف أعيد المحاولة. الآن هل واضح تقاسم الشاشة؟ تمام أستاذ، تمام، شكرا بارفكت. شكرا. إذا نشهد عودة قوية للجغرافيا السياسية إلى الساحة الدولية، وذلك بفضل هذا الخلخلة التي تقع الآن في العالم، والانتقال من نظام دولي أحادي القطبية إلى نظام دولي متعدد الأقطاب، يشهد تصاعد التنافس، لكن أيضا الحروب العسكرية
وأيضا الحروب التجارية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية حول الموارد، حول الأسواق، حول المواقع، حول البحار والأراضي المهمشة إذا شئتم القول. إن مثلا القطب الشمالي على سبيل المثال كان مهملا إلى حد ما أو بعيد عن الأنظار، الآن أصبح مجال تنافس القوى العظمى، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين إلى آخره، للاستفادة من خيراته، وأيضا بفعل التغيرات المناخية التي ستوجد طرقا بحرية جديدة. ومعنا الأستاذ مصطفى بوسيف، مشكورا. وكما تلاحظون أن العالم أيضا يشهد مجموعة من بؤر ديال التنافس حول المضائق والممرات المائية الاستراتيجية والحيوية، وهذا أيضا ما جعل أنه تصاعد يعني مستويات التنافس والمخاطر الأمنية منذ بداية الألفية الثالثة، وربما قريبا في السنوات الآن تلاحظون يعني مستويات التوتر اللون البني، وثم مقسمة إلى ثلاث أو أربع مستويات. ربما السنوات المقبلة سوف تنتشر هذه الألوان في أرجاء أخرى. الإشكالية التي سوف أحاول أن يعني أسلط عليها الضوء هو أننا في الحقيقة نجد هناك من يحاول الالتحاق، عفوا، نجد أن هناك واحد تداخل بين مجموعة من المفاهيم، مجموعة من المصطلحات، مجموعة من التسميات، أحيانا تستعمل في محلها وأحيانا أخرى تستعمل في غير محلها. مصطلحات يستعملها السياسي ربما أكثر من الجغرافي، يستعملها الإعلامي ربما أكثر من الجغرافي، وربما الجغرافي رغم أنه كان المؤسس، سوف نرى في المدارس الجغرافية المؤسسة لهذا التخصص، إلا أنه اليوم فقد زمام السيطرة على هذا التخصص، بل أنه لا يدرس في شعب الجغرافيا بمجموعة من الجامعات. نعنى الجغرافيا السياسية، الجيوبوليتيك، الجيوستراتيجية، الجغرافيا الاقتصادية، الجغرافيا العسكرية، والقوة، قوة والقدرة، لأن نتيجة لتداخل كل هذه العوامل. ولأنني أعرف أن الوقت لن يكفيني بالضرورة لاستعراض كل ما هيئته في هذه المداخلة، فأنا سأشرع بالخاتمة قبل يعني في البداية حتى أضمن أنه ستصل فكرة أساسية حول التمييز بين هذه مستويات التحليل الجغرافي السياسي، لأن الاختلاف الأساسي حسب مجموعة من الباحثين بين الجغرافيا السياسية وبين الجيوبوليتيك وبين الجيوستراتيجية لأنه ليست نفس الشيء. أنا أعود لمداخلة يعني كنت قدمتها في إطار ماستر علوم التربية حول الجغرافيا السياسية بمعية الأستاذ قفصي، وكانت وجهت لي سؤال أنا أجيب عليه اليوم بشكل أوضح حول الفروقات بين الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك والجيوستراتيجية. إذا الفرق هو في اعتبار المجال، فكيف ينظر التخصص للمجال؟ فالجغرافيا السياسية التي هي توصيف جغرافي للإطار السياسي تعتبر المجال كإطار يعني عبارة عن مجالات، عن خطوط سياسية وعن أقطاب. وحينما نقول مجالات تيريتوار، فعلا ليس هناك فقط دولة، هناك المستوى الجهوي، هناك المستوى المحلي، ولكن هناك أيضا ما تحدث عنه الأستاذ تيزاوي، حمادي تيزاوي، هو مثلا المغرب الكبير، التكتلات الاقتصادية والإقليمية. لكن حينما نمر إلى الجيوبوليتيك اللي هي أكثر عملية، أكثر إجرائية، أكثر تطبيقية، فهي تعتبر يعني المجال كرهان، وكرهان يتم مجموعة من الفاعلين تتنافس حوله، وهي تحاول أن تصف لنا الإطار السياسي بفاعليه، وتحاول أن تشرح
ديناميات هذه المجالات، الفاعلون فيها، والرهانات التي ما هي رهاناتهم، ما هي أهدافهم، ما هي دوافعهم. وننتقل إلى الجيوستراتيجي، هنا نصل إلى الشق العسكري من الجغرافيا السياسية. الجيوستراتيجية يتمثل البعد الجغرافي للاستراتيجية العسكرية، والتي تعتبر المجال كمسرح للعمليات، مسرح للعمليات العسكرية. نتحدث عن مجال استراتيجي، عن خطوط استراتيجية اللي هي الحدود، اللي هي الجبهات، وهي المواقع الاستراتيجية التي يكون لها دور في الحروب والمعارك العسكرية. سي يونس، إذا تفضلت، يعني حينما يتبقى لي 5 دقائق أخبرني رجاء. هي اللي قصص شتي جيت معها قد. إذا الجغرافيا السياسية ميلادها كتخصص علمي مستقل، طبعا حال منذ قيام الدول فالجغرافيا السياسية هي كانت تمارس، وهناك منظرون بطبيعة الحال في العهد الرومان واليونان وكل الحضارات اللاحقة في الجغرافيا السياسية، لكن تأسسه كتخصص أكاديمي مستقل يعود لسنة 1897 مع الجغرافي الألماني راتزل، فريدريك راتزل، اللي يعني دار الكتاب ديال الجغرافيا السياسية. و هنا ينبغي أن نقف عند هذه أنا أحاول أن أمزج ما بين المداخلة وما بين قبول المشاركين في الندوة، أن المؤسسون للجغرافيا السياسية هو جغرافي وليس عالم سياسة. هذه نقطة مهمة جدا، لأن الآن بعض الجغرافيون يقولون أن الجغرافيا السياسية ليست من التخصص، بينما حينما نعود للرواد الأوائل للمؤسسين للإطار النظري للجغرافيا السياسية نجد أنهم في المقام الأول جغرافيون وليسوا علماء سياسة. فريدريك راتزل يعني اعتبر في كتابه بأن الدولة تشبه يعني كيان، كائن حي يولد ينمو يصل إلى أوج يعني قوته وعطائه ثم يتدهور ويموت. يعني هذا هو النموذج العام، وهذا هو اللي غادي يفسر لنا كيف تعاقبت الإمبراطوريات على حكم العالم. يعني كل إمبراطوريات شهدت ميلاد وشهدت قوة وشهدت انتشار ثم اندثرت وظهرت في عوضها يعني إمبراطوريات أخرى. لكن في عالمنا اليوم، هل مثلا يطرح السؤال الولايات المتحدة الأمريكية التي تحكم بين قوسين العالم بمعية حلفائها، هل ستموت أم ستكون لها انطلاقة جديدة؟ إذن هنا الإمكانية والحسمية، وهل سيكرر التاريخ نفسه أم سيرسم مصيرا جديدا؟ إذن سوف أمر بسرعة وأقف، لماذا الجغرافيا السياسية اختفت وتراجعت وتسيدت الجيوبوليتيك؟ الآن الوسائل الإعلام والباحثين والكتاب قليل منهم من يتحدث عن الجغرافيا السياسية، السائد الآن هو الجيوبوليتيك، الجيوسياسة. لماذا حدث هذا يعني التراجع؟ عنده واحد أسباب سمعة إذا شئتم سيئة خلفها استعمال النازية في الحرب العالمية الثانية لتبرير توسعها على حساب البلدان الأخرى، ولذلك مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ولن وقعت قطيعة في استمرار التطوير والبناء النظري لهذا التخصص، وثانيا سحب التخصص من مقررات الدول الأوروبية أخرى لأنه كان مطار نزاع نعمة ونقمة. نشوفوا هذا العنوان بالمناسبة اختاره سيونس عبابو، هو الذي اختار عنوان ندوة وخاصة ركز وأكد على المسألة ديال هل الجغرافيا السياسية نعمة أم نقمة. إذن من 1945 حتى 1973 تم التعامل مع الجغرافيا السياسية كنقمة، ولذلك اختفت وعادت للظهور من جديد في سنة 1973 عبر تأسيس مجموعة من المجلات العلمية حول الجغرافيا السياسية في بريطانيا وفي فرنسا مع إيف لاكوست، وفي الولايات المتحدة الأمريكية. إذن ننتقل إلى
جيوبوليتيك اللي هو مفهوم الآن يتسيد كما قلت المشهد خاصة منذ سنة 1970 الذي شهد العودة القوية. ونتذكر يعني الحرب أكتوبر وحينما قامت بلدان الخليج وخاصة السعودية بقطع إمدادات النفط عن يعني الغرب واستعملت النفط كوسيلة للضغط السياسي. من هنا كانت العودة لهذا التخصص. إذا الجيوبوليتيك تركز على تنافس السلطة داخل المجال الجغرافي. يعني بكل بساطة إذا حاولنا الإيجاز فالجيوبوليتيك المعاصرة تهتم بدراسة الآثار المترتبة عن تنافس السلطة داخل المجال الجغرافي، سواء كان هذا المجال الجغرافي ليس دائما نزاع السلطة، تنازع السلطة لا يكون دائما في إطار الدولة الواحدة، لأن الدولة هي الإطار الأمثل لمعالجة التخصص، ولكن يكون على المستوى المحلي، يكون على المستوى الجهوي، ويكون على مستوى حتى مستويات ما فوق الدولة في إطار تحالفات وتكتلات كبرى. والآن كل الدول بما فيها الكبرى لا تسعى إلى التحرك بشكل مستقل، وإنما تسعى للتحرك في إطار يعني تكتلات ومجموعات اقتصادية وسياسية، بل وتحالفات عسكرية. وسألوا يعني هذاك الحدود ما بين المد الغربي لدول الناتو مع روسيا، والآن الضحية هي أوكرانيا، يعني على رقعة شطرنج العالم تدفع يعني تدفع ثمن هذا الصراع. وطبعا الحال هناك نقاط اخرى في مختلف بقاع العالم تدفع ثمن هذا الصراع، وليس بالتاكيد انه يعني لها دخل فيه. اختم يعني مع المفهوم الاخير اللي هو الجيوستراتيجيه. اذا هنا كنتكلموا على الاستراتيجيه التي تهدف الى الاستعمال الامثل للقوه العسكريه، وهنا التحضير الجغرافي العسكرية اللي هو تخصص مهم ويدرس في المدارس والكليات والمعاهد العسكرية في مختلف بقاع العالم. وكان الجغرافيون يدرسون في هذه المدارس، إلا الآن تراجع دور الجغرافيين وعوضهم العسكريون. لذلك نجد أن غالبية العسكريين الآن ليسوا بجغرافيين، وغالبية الجغرافيين الآن ليسوا بعسكريين. حدثت هذه القطيعة التي نتمنى أن يعاد يعني نشء العلاقات وأن تستفيد المدارس الجغرافية يعني العربية من الجغرافي كما تستفيد من العسكري. إذا الاستراتيجيون يعتبرون أن يعني يتحدثون عن ما يسمى بمسرح العمليات، وهو المكان الذي تدور فيه رحى المواجهة العسكرية أو المجال الوسط الذي يعني يتم فيه تنفيذ تكتيك عسكري معين. وهنا يعني كيوضعوا واحد التمييز بين مستوى الاستراتيجية اللي كتنفذ على مستوى مقياس صغير، ونقصد به إما مقياس يعني دولي أو قاري، وهنا أضيف أيضا مقياس إقليمي، ليس بالضرورة أن يكون قاري، حتى مقياس إقليمي وقد ينزل إلى مستوى الدولة، وما بين التكتيك الذي يعني يطبق محليا وهو التطبيق المحلي للاستراتيجية. هنا يعتبر المجال كمسرح، هناك الآن من يحاول يعني الالتحاق. طيب حتى أختم، هنا الجيوستراتيجية تعتبر المجال كمسرح، إما أن يشكل مجال الجيوستراتيجية أو الجيوتاكتيك حسب يعني اختلاف المستويات. من الصعب جدا أن تسرع وأنت لديك الكثير من المعطيات. إذن الجيوستراتيجية هي ترتبط مباشرة بالاستراتيجية العسكرية العامة، أنظمة التحالفات، الاستعمال اللوجستيك في المجال، أو قيادة العمليات على مستوى يعني لو تيران.
إذا هي الجيوستراتيجية في الختام هي دراسة الإعدادات العوامل والأبعاد الجغرافية للاستراتيجية، ويعتبر استراتيجيا كل ما يمثل قيمة أساسية للفاعلين، ومن وجهة يعني عسكرية دقيقة فإن المجال الاستراتيجي، التراب الاستراتيجي أو الموقع الاستراتيجي هو الذي يحتل مكانة مهمة في مجرى العملية العسكرية. الآن كما تلاحظون الحوثيون في الشرق الأوسط الآن يسدون ثغرة ديال البحر الأحمر، وهناك تعطينا كيف أن المواقع تعتبر استراتيجية، لأنهم يشرفون على يعني مضيق استراتيجي بكل بساطة، واستراتيجية تدخل في هذه الأبعاد يعني المسافات يعني الخصوصيات المناخية والتوبوغرافيا ويعني وضعية وسائل التواصل. وصلت إلى القوة واللي هي القدرة، قدرة وحدة سياسية، قد تكون دولة أو قد تكون مجموعة مسلحة أو تكون كتلة من الدول، قدرة هذه الوحدة السياسية على فرض إرادتها على البقية، أو أنها تحصين نفسها بحيث لا تكون ضحية لاستراتيجيات الآخرين، وهي تجميع لمجموعة من العوامل التي للأسف الشديد لم يتسع لنا أن نخوض فيها جميعا، تنتقل مما هو حتمي اللي هو التراب والموارد والساكنة، وتنتقل إلى ما هو يعني الإمكانية اللي هو التقدم العلمي والتكنولوجي واعتبارات أيضا معنوية. إذا أكتفي بهذا الغرض حتى لا أكون ممن يخل يعني بالوقت المتاح للمداخلات. شكرا جزيلا الأستاذ كريم على هذه المداخلة القيمة. صراحة موضوع كما يقال بالفرنسية فاغ، يعني يحتاج وقت أكثر، لكن حاولت يعني التطرق لأهم العناصر، أهم الأفكار الأساسية في هذا التي تخص هذا الموضوع، حيث أشرت إلى أن الجغرافيا السياسية حققت منذ مطلع الألفية الثالثة عودة قوية للساحة الدولية والنقاشات السياسية، في المقابل لا زال أو في المقابل فإن مصطلحات جيوبوليتيك وجيوسياسي أو جيوسياسية وجيوستراتيجية والاقتصادية الأكاديمية تسيدت المشهد، وأضحت تداولا مشاعا بين وسائل الإعلام والتحليلات السياسية والإعلامية على كذلك تم التطرق إلى أهم إلى عودة الجيوسياسية في الشؤون الدولية في ظل تزايد الصراعات بين الدول. شكرا مجددا الأستاذ الكريم على هذه المداخلة. إذا استيمادوس participantes, la séptima intervención titulada Geografía política y medidas del poder estatal entre determinismo y posibilismo. Desde el comienzo del tercer milenio, la geopolítica ha surgido con fuerza en la escena internacional, en los debates políticos, económicos y académicos y universitarios. Por el contrario, los términos geopolítica, geográfica,